اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد هنعرض فيه اسعار الفاكهه وهنوريكم اكبر بطيخه ورانا المعلم حسام. بس في الاول عرضنا اسعار المانجا والعنب والتفاح. متنسوش تعمل لايك للفيديو، اللايك بيرفع الفيديو ويخلي غيرك يستفيد. ولو في متابع جديد اول مره شفنا ما تنساش تشترك في القناه بالضغط على كلمه اشتراك باللون الاحمر اسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. المانجا اخبار النهارده يا حاج حسام؟ المانجا زبديه. نوعها ايه ده يا حاج؟ زبديه يا عم. كام؟ ب 18 انباعها ب 20. جوه 18 جمله انباعها ب 20. ورينا كده طب جودتها كده. حاجه حلوه ما شاء الله. امال الفونص بكام يا حاج؟ الفونص 25. 25 والصديقه؟ الصديقه ب 25 برضه. برضه نفس الكلام. العنب ده بكام؟ العنب بناتي 8 بيبقوا ب 10. 8 بيبقوا ب 10. ايوه. والعنب الاسود اللي بيجيبوه ده منبيعه ب 10. اسمه ايه؟ كريمسون. كريمسون. والعنب الاحمر؟ الاحمر دوت منبيعه ب 8 كروس ب 10 برضه. اللي هو ده؟ ايوه اللي هو ده. تمام. التفاح بكام؟ التفاح النهارده ب 9 جنيه جمله. 9 جنيه جمله. النهارده ب 9 جنيه جمله. ده النظيف التفاح. ايوه ب 9 جنيه جمله. طيب قول لي انت طبعا على اسعار باقي الفاكهه كده عشان مش متذكر الجو يعني. المانجا الفلوس العويس ب 50. اه العويس. العويس ب 50. 50 جمله ولا؟ 50 قطاع. يعني انتوا بتجيبوه بكام طيب؟ جمله ب 45. البلدي ب 12. الكنتالوب بكام؟ كنتروب النهارده ب كيلو ونص ب 10 ب 10. ورينا عبد البطيخه ده حاج حسام الكبيره دي. دي فيها حوالي كام كيلو؟ 20 كيلو. 20 كيلو. 20 كيلو. ده سعرها كام ده؟ 45 باعها ب 50. جواها 45 باعها ب 50. ده يعتبر اكبر بطيخه في مصر. اكبر بطيخه في مصر. ايوه. ده ما فيش من بعد كده تاني. لا والله هي كده. طبعا جات لقاها زي الجلاب من جوه. عسل يعني حمار وحاله. ها؟ عسل يعني حمار وحاله. انا كان نفسي تشقها توريها لنا بس مش هينفع عشان ما تبص. ممكن بكام انت ده يا معلم حسام؟ 45 باعها ب 50. 45 تباعها ب 50. ايوه. وزنها كام قلت؟ 20 كيلو. 20 كيلو ده اكبر حاجه ده. اكبر حاجه. مفيش بعد كده تاني. مفيش بعد كده خالص. شكرا ليك يا معلم حسام، ربنا يصلح لك الحال. راجل محترم.